فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل اقترض من بنك 100,000 ريال حالة، ويؤدي القرض على أقساط بزيادة 20%، فسيسدد 120,000، ما حكم هذا القرض؟ وراه ما يسأل إلا عقب ما أنه دخل في هذا وعقدوا معه عقد، يعني يبي يتخلص، ما يصلح هذا، يسدد ويكون عليه الإثم ولا يعود المثل هذا. نعم، إلا ان سمحوا له ما يخالف. نعم.